فريق باكلر سيستمز مكون من مجموعة من الشباب اتخذوا من هذا المقر المتواضع بحي الشيخ مقرا لهم، وبإمكانيات متواضعة تمكن الفريق من إنجاز هذا النظام الخاص بصب مطهر اليدين أوتوماتيكيا ودون ملامسة. شكلنا الفريق تاع باكلر سيستمز اللي هو في الأصل فريق يخص في الإبداعات التي تعتمد على التقنية في مجال الإلكترونيك. كان عندنا عدة مشاريع في عدة مجالات، درنا هذا النظام هذا تاع سيفاكس الذي هو عبارة عن موزع ستاند ديستريبيوتور. احنا اللي يجي يبغي ديزانفيكتي يديه يفوت غير يديه لو سيستم هذا يعطيه المعقب. ويمكن استعمال هذا النظام في كثير من المواقع التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين. هذا الوباء هذا اللي جانا ينتشر بكثرة عند اللمس، هذه هي الفكرة اللي خلاتنا أن ما نلمسوش الآلة، كي نروحوا لها تعطينا الجال تاعنا نعاودو نجبدو. وين قاعد نحطوها وكل؟ هذه نقدروا نحطوها في المراكز في المستشفيات كيما لي بوست لي بونك، في المراكز العامة كامل اللي فيها ديما الاحتكاك بالغاشي بزاف. هذا النظام راح نقدموه بالمجان، ماذا بينا تكون يد المعاونة والمساعدة باش نجيبوا المواد الأولية باش نخدموا كميات كبيرة ونقدموها للناس اللي محتاجة لهذا النظام. كما كنتم تشوفوا هنا رانا في بلاصة وين خرجت ديزينيسياتيف اللي تحتاجهم الدولة في هذه الجائحة نتاع كورونا. هذا مثال من الشباب اللي هو عنده روح المبادرة روح المسؤولية في هذه الجائحة، بيعاون بلاده بالشيء اللي قراه بالشيء اللي يعرفه بالأدوات البسيطة. مبادرة مجانية بسواعد شبانية تطمح لتطوير مشروعها قصد تعميمه على جل المؤسسات.